مع منتصف شهر رمضان من كل عام يلتقون في هذا الفضاء الذي يحاكي من وسط المدينة رحابة الصحراء. فرق فنية اختصت بالمديح النبوي وشعلت منه عبر التاريخ فنا موسيقيا مستقلا عن باقي الفنون الموسيقية لسكان الصحراء. ما زال حتى اليوم برغم كل ذلك فنا خاصا بأبناء العبيد السابقين. من أهم مميزات هذه النسخة الرابعة من مهرجان ليالي المادح الذي ينظمه مركز ترانيم للفنون الشعبية هو مواصلة المسابقة التي بدأت النسخة الماضية، مسابقة ثقافية حول المدح، تاريخه، تأصيله وخصوصياته في موريتانيا. هناك خصوصية أيضا، هناك شخصية مديحية شائعة في موريتانيا تسمى برور رحمه الله. هذه السنة أردنا تأبينا له أن نستقبل فرقة منبثقة من هذه المنطقة التي تسمى ولاية أدرار. من هذا الفضاء المفتوح يأخذون معهم الجمهور في رحلة متخيلة عبر التاريخ إلى المدينة الفاضلة في عهد الرسول الكريم. هكذا كان أجدادهم العبيد السابقون يتحلقون في أطراف القرى ليعيشوا للحظات حلم الحرية، حيث قصص عبور الأسياد لنهر النيل العقبة الأولى في وجه حجاج بيت رسول الله من سكان الصحراء تشحذ هممهم وتمدهم بالأمل لمواصلة الحياة. اتخذوا هذا الفن كنوع من الترويح عن النفس، فلجأوا إلى المديح النبوي لجوءا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تورثته الأجيال جيلا بعد جيل حتى تطور إلى هذا النسق الذي نراه الآن. حلم سرعان ما يتبدد مع ساعات الفجر الأولى ليعود العبيد إلى واقعهم، واقع يؤسرون فيه بسطوة القيم نفسها التي مثلت حلم خلاصهم في رحلة هروبهم الافتراضية. هي ذكرى سنوية يكبر معها الحلم في كل مرة وتزداد مساحة الحنين إلى عالم تسوده العدالة والحرية وقيم الإخاء، عالم تتجسد فيه إنسانية الإنسان. أبي سيدان مبشور، الميادين.